ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي my soul and my blood ودمي يا حنينة وكلك kindness لطافة طيبة oh my god خليها لأمي to my mother Bugs Bunny عيد وراي يا ربي خليها يا أمي القليل من الإيقاع والحركات اللولبية هكذا سيلفستر باكس بوني حفظتوا الادوار تبعكم يوه شو هالاجواء الحلوه يعقوب افندي خير ان شاء الله شوفي جاي ماما ليش دخلتي على غرفتي عن وتر بتعرفي انه بقانون الاطفال انت ما بتقدري تدخلي على غرفتي عن وتر بدون ما تحكي لي كنت انا اصلا عم اتمرن على الغنيه وفي وسط الريهرسلز تبعي غنيه شو الاغنيه اللي بدي اغني لك اياها وانا عم اعطيكي الهديه The gift. دخيل قلبك إن شاء الله جايب لي هدية. إيه خلاص ما في داعي للغنية. شو جايب لي؟ حذري. Guess what? هلا أنت أذكى واحد بين إخواتك وأكيد بتعرفني شو بحب. أكيد جايب لي ذهب. مو بالله؟ إيه طبعاً كيف لكن هاد العقد اللي طلعت خالته ياسمين أنتي ياسمين لابسته بالمقابلة على شكل تيتي حي تيتي حي. من جراما عم تتمسخر على امك ولا تفص الثوم اه انه شو رايك مام انا ابوي اسمه ابو سوزان مو ابو هشيمه والله يعني you got what I mean right خلصني بقى شو جايب تفضلي يا امي افتحي لي شو ها منبه كيس جلال مجله الحائط تبعتك مصغره حاطط لي اياها بسره سماعات علبة حلق ولك طلعت مثلك مثل ابوك واخواتك تضربوا انت وهداياكن مام هذا الشيء اهم كثير من الذهب it's more important than gold رح يخليك تصيري غير يعني something else حاجة غير يعني شو هذا هو الشيء اللي اهم من الذهب يعقوب افندي اتفضل اشرح لي تم ترم 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 It's for your beer. The smart micro current facial toning and anti-aging on earth. شو هاد؟ مين غير المحطة؟ ليش ما في ترجمة تحت؟ لحظة. لك شو هاد اللي قلته تحط لي ترجمة. هذا الجهاز الجديد من فوريو اسمه بير يعني الدب اهم شيء فيه انه كثير 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 مفيد بيشد لك وبينحط لك وشك كانك عامله تجميل بس بدون ما تعملي تجميل عرفتي شلون يعني قصدي وكمان كثير كثير في نقطه مهمه بيحارب الشخشوخه بيحارب شو اسمها الشيخوخه لا تقعد كثير مع ملاك مشان ما اغضب عليك ها شيخوخه قصدي انه هو بيشد البشره كثير وبتصيري بتبيني صغيره كثير مره بتصيري يعني تخبلين مره وبتبيني اصغر من خالاتي من عماتي من جاراتنا كلهم وخصوصي ام الحموده ما بطيقه هلا بدك تقنعني انه هذا الجهاز الفصعون بيعمل كل هذا اللي قلت لي عليه Oh my god mom, why are you surprised? ليش انتي مستغربة؟ انا فصعون بس شوفي مفعولي وكتير مفعولي كبير طيب شلون انا هلا بدي استخدمه هيك يعني حط عوشي وخلاص؟ ماما اول شي خدي الغسول لونا ميني 3 اول شي هاي والسمارت فون لانه كل شي بيشتغل على الابليكيشن تبع فور يو التطبيق يعني تليفون تكنولوجيا كمان طيب عملون كوكتيل يعني مثلاً هلأ؟ لأيمتى هيك؟ طيب رح غسل وشي وارجع لك لنشوف وهي نشفت وشي شو أعمل هلأ؟ هلأ خدي السيروم سيروم سيروم السيروم يعني بلشت عصب ها عندي طبخة شو هاد كمان؟ والبير الدبدوب وهذا جهاز الدب كوكتيل مرة تانية أعملون وضيت الغولة أجل لك كمان أجل لنشوف هيك يعقوب شو هاد؟ عم يكهربني؟ فيو كهربا هاد؟ بدك تموتني أنت بدك تموت أمك بمناسبة عيد الأم هاي هديتك؟ لا بابا هي مو كهرباء it's not electricity at all هذا it's the safest microcurrent
device in the world. It has anti-shock system. يعني عندها ضد الصدمات. يعني هي تيسونيك. شلون بترجم لك ياها؟ كتير آمنة هي. وهدول هيك زبزبات وحركات تيسونيك لحتى تحارب لك علامات الشيخوخة والتقدم في السن وتصير كتير صبية. والله ارتعبت. طبعا ماما مثل مالك شايفة هلا انت الجهاز اللي عم تستخدميه رح يحفز لك كل عضلات وشك لحتى يرفعوا لك ياهن رفعة طبيعية natural lift. عم تخبرني هاي المرة اللي على الابليكيشن على التطبيق عم تخبرني شلون اعمل. وبيخفف لك اقل التجاعيد اللي حوالين العين وبكل مكان بالوجه. بدك تبيني كتير كتير صبية ورح يعطوكي glowing skin, بشرة مضيئة لميعة. وقبل ما انسى مثل ما قلت لك هذا اكثر جهاز امن ولا تخافي من الكهرباء. يعني هي دغدغات بسيطة لحتى يحفز لك عضلات وشك ويخليهم يشتغلوا ويعطيك النتيجة الممتازة بالنحت وال منظر الحلو والglowing skin وكل شيء. الله ليش الكذب؟ والله يا يعقوب حاسة هيك انه انا منتعشة وواثقة بحالي اكتر وكل عام وانا بخير وست الحبايب يا حبيبة. رح اغسل مرة تانية وارجع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولك شو هاد؟ مين انتي؟ يعقوب تعا طلع بالمراية قولي مين هاي؟ لا عن جد سحر؟ عن جد مفعول سحري؟ يا حاسة حالي صغرت أقل شي 10 سنين. طلع على هالرسمة. يا بسم الله تقبشيني أبشت وفقشيني فقش وتطلعي على قبرك بالفقاشات. ايه ماما واصلا لا تنسي انه هذا كله لسه من اول استعمال فقط. لسه شوفي يوم عن يوم شو رح يصير فيكي كمان وبوجهك الجميل. ولك والله العظيم هاي احلى هديه يا يعقوب. بوس روحك ان شاء الله. ولك يا ريت اخواتك وابوك يتعلموا منك بقى ويجيبوا لي شيء انتفع منه. على سيره يتعلموا مني اصلا لو تعرفي شو كانوا رح يجيبوا لك او بالاحلى شو رح يجيبوا لك الفاميلي ممبرز باقي افراد العائله لحتى تنصدمي. انا ما قلت شيء. شو كانوا رح يجيبوا؟ احكي يعقوب ولا تعصبني. شو كانوا رح يجيبوا؟ لو بتعرفي شو صار يا ماما. بتعرفي شو خليني احسن شي احكي لك لحتى ما تنصدني بس ما يجوكي هن وهداياهن المعفنه. اول شي اتصلت باختي سوزان وقلت لها شو بدك تجيبي. قال رح اجيب لك باقه ورد وقرينه عطر. عطر ورد قلت لي؟ لانه على اساس انا طالعه ريحتي لحتى تجيب لي عطر. بدي حمم فيه ان شاء الله. ورد الحيوان بتعرفي انه انا بتحسس من الورد وبكبه ثاني يوم بسطل الوسخ. عطر ورد من ريحتي طالعه. أنا بفرجيك يا سوزان. بعدين اتصلت بأختي ملاك قلت لها ألو ورح أنقل لك المحادثة بالحرف الواحد شو صار بيناتنا أنا وملاك. قلت لها ألو مرحبا ملاك شو بدك تجيبي للماما بمناسبة عيد الأم؟ قام قالت لي هو أنت شو خصك بعدين ليش ما عم تيجي تحاكيني بالأوضة وليش عم تتصل فيني على التليفون؟ قام أنا قلت لها ولك سر وطي صوتك مشان ما حد يكتشف الموضوع يلا خلصيني شو رح تجيبي للماما بمناسبة المذرز داي؟ قام قالت لي انت ناسي انه انا اختك الكبيره وانه انا بس اللي بتدخل فيك انت ما بتدخل فيني؟ قام قلت لها اصلا الحق علي انه انا بدي ساعدك تجيبي هديه لماما لحتى تفرحها بمناسبه ماذرز داي. قالت لي اطمن يعقوب انا مجهزت لها هديتها لماما منذ شهرين. قام قلت لها شلون يعني من شهرين؟ من وين جبتي المصاري ليقوم فتحتي لي حصالتي وسرقتي النقود؟ قام قالت لي أصلاً أنا هديتي ليست مادية إنها معنوية. قام قلت لها أهلين وسهلين ماما كتير رح تكيف أصلاً ماما ما بتحب هيك هدايا بس أنا ماما لعب الفار بعبي وقلت لها شو هي الهدية؟ قام قالت لي قصيدة من تأليفي وكتابتي ورح تكون كمان من إلقائي بمناسبة يوم عيد الأم. قام أنا قلت لها ملا قباني ماما ما رح تحب هالشي ابدا لذلك ينبغي عليك انه تغيريه. قام قالت لي اوكي باي يعقوب خلص بدي سكر وبدي كمل فولا والاقزام السبعه. قام قلت لها خلص عم امزح معك سمعيني شو هي القصيده. قام سمعتني القصيده ويا ريت ما سمعتها. بدك خبرك اياها؟ رح خبرك اياها. قصيده بنتك ملاك بتقول الابيات الاولى امي مهمه جدا كالواي فاي
للتليفوني وكالشاحن للآيفوني وكالسحابي للبنطلوني وكالماء في السيفوني. شو؟ ملاك أختك هيك قالت؟ هي هيك قالت بعظمة لسانة أنا كالماء في السيفوني؟ شايفة؟ أنا مجرد مرسال المراسيل، أنا قلت لك الحكي بالحرف الواحد واقترحت عليها أنه بدل الماء في السيفوني قلت لها قولي كالحليبي في الببروني، شاعرية أكثر. سدو هات لشوف. وأبوك شو ناوي يجيب بالله المنظوم؟ بابا ناوي يجيب أجله. ليش؟ أكيد جايب هدية بتهوي مثل وشه. بابا بده يجيب لك مقلاية ما بتلزق تيفال لا بلاستيك، يعني ضد الدهون. مثل عقله بده ينحفر دماغه على قفاها بإذن الله تعالى، ورح تكون شاهد على هالشي يا يعقوب. بدي لبسه ياها طاقية للمقلاية براسه، هيك طاقية مقلاية. شفتي كيف؟ مشان هيك من أول الحديث قلتلك إنه هو ناوي يجيب أجله. طيب ماما أنا نازل على الشارع شوف رفقاتي وشمشملك الأخبار شو الجارات التانية إجاهم هدايا بمناسبة The Mother's Day. المحقق يعقوب في الخدمة. ولك ابن أمك، برافو عليك والله 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 ما ضاع تعب فيك أبدا. Oh my God. بسم الله الرحمن الرحيم. Who are you؟ مين أنتي؟ Oh my God. ولك شبك تحولت لأجدب يعقوب؟ أنا أمك. Oh my God. This is not possible. ماما صرتي أصغر مني أنا. Hi. This is Jacob. أنا يعقوب. صرتي أصغر مني. روحي طالع لحالك بالمراية. Go and take the mirror. ولك ياي شو هاد؟ صرت طفلة؟ هاكا هاكوكو. Oh my God. ومبسوطة كمان ماما، ما بيصير هيك، الجهاز كل يوم شوي، انتي سردتي عليه فرد سردة واستخدمتيه بدون تقطع بدون نون ستوب. لا تكون صرت غيران مني ولك يعقوب، عن جد ما في منه هالجهاز. تسلم ايدك على هالهدية يا ابني. يلا انا هلا رايحة اعمل فنجاني القهوة واتصل بالكل الفيديو فيديو صوت وصورة وجاكر الكل، بدي الكل يشوف خلقتي الجديدة. لا تنسي تساوي الحليب في الببروني. سدو ويلا نزيل على الشارع جبلي اخبار هدايا باقي الامهات. ست الحبايب يا حبيبة يا اغلى من روحي ودمي نحن هنا وكلك تشيبه.